شدد محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على أهمية وجود منصة صناعية شاملة في مصر لتشمل مختلف المصنعين والمنتجين. وأشار أسعد إلى إمكانية حصول مصر على مثل تلك المنصة بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي. مصر محتاجة خلال الفترة اللي جاية يبقى عندها منصة صناعية شمولية، بمعنى إن احنا عندنا كتير جدا من المصانع بتنتج كتير من الخامات والرو ماتيريال موجود، المصنعين نفسهم ما يعرفوش الكلام ده خالص وعندهم شورت في الكلام ده وبيستوردوه من بره. فاحنا النهارده كحزب بنتبنى ان احنا هننشئ ونقدم للمجتمع الصناعي المصري منصه صناعيه مصريه بتشمل كل المصنعين بما فيهم مصنع الرو ماتيريال وكمان المنتج النهائي. النهارده على غرار الصين عندها منصه اسمها علي بابا، هي من ضمن المنصات الكبيره اللي ساعدت الصين على دخول اسواق ناشئه واسواق كتير على مستوى العالم هي منصه علي بابا. وبالعكس لما نشوف النهارده حجم الترافيك على المنتج الصيني كان من ضمن المنصه الالكترونيه دي. مصر مش بعيد على انها تعمل حاجه زي كده، سواء للمصنعين اللي عنده منتج نهائي ويدخل فيها في نفس البلاتفورم ده المشروعات الصغيره المتوسطه. النهارده انا عايز انشط الصناعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر، طب عايز يصدر، هيصدر من خلال ايه؟ فيبقى كل ده من خلال المنصه. ده المحور الاولاني. المحور الثاني ان احنا طلبنا بان يكون في قانون للصناعه، قانون موحد، لان احنا النهارده عندنا للصناعه ولايات كتير جدا وجهات كتير جدا متداخله في الصناعه. فطلبنا ان يكون في قانون صناعه موحد يشمل كافه الجهات المعنيه بحيث ان انا النهارده اقدر الخص كل قوانين الصناعه اللي من السبعينات في قانون واحد.